مدام إيمان متعطيش دم الشريف ما راحش حضر، الناس مقدرة اللي حصل. والله هو مش يعني وربنا عز وجل في المقام الأول والأخير هو الأهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هو عياط فراق يعني، إنما الحمد لله إحنا راضيين والله. وإحنا دايما بنقول أنا ووالده لما بنطلع في أي برنامج في ابننا التاني برضو مستعدين والله إن إحنا نقدمه، ربنا يحفظه، في ده البلد يعني. والحمد لله يعني الشهادة حاجة عظيمة يعني. هو الفراق شرف. بس فراق يعني، وفراق الدنا كمان بيبقى صعب جدا يعني. حاسة الناس مقدرة حجم التضحية جداً اللي حصلت؟ جدا يعني. بتشوفي أنا ده في الشارع مع الناس؟ طبعا طبعا يعني، خصوصا كمان عندنا في اسكندرية كمان يعني الناس مقدر يعني. أنا عندي في الشارع بتاعي أنا لقيت الناس عاملين له بانر كبير بصورة كبيرة ومعلقينها عندي في الشارع، ويعني الناس كلها مقدرة. لما بنمشي في أي مكان الناس بتقدرنا جدا جدا مش ابنك يعني. لوحدك؟ الحمد لله يعني، طبعا هو ابن مصر وما يغلاش عليها يعني، ولا هو ولا أي حد من ولادنا اللي احنا سقطوا كلنا يعني. اولادك المقدم طبعا شريف رحمه الله عليه شرف توفى، لينا، عشان احنا كلنا نعيش في امن. شرف شرف لينا والله. الدوله وتكريم الدوله في اكثر من مناسبه، شايفها ازاي؟ لا بصراحة أنا بحب أشكر طبعا القوات المسلحة وعلى رأسها يعني سيادة الرئيس، وبرضو في الداخلية نفس الكلام يعني. الناس مقدرانا جدا ومن كل ناحية يعني، سواء ماديا معنويا أي حاجة يعني. يعني يكفي المبادرة اللي بيعملوها دايما في دخول أبناء الشهداء للمدارس، أنا بلاقي رتب جاية علشان بتاخد تدخل الأولاد الأطفال الصغيرين دولت المدارس، وبيعملوا لهم احتفالات وهدايا يعني بصراحة مقدرين يعني. هم بيحاولوا يعني يعوضوا يعوضوا الأطفال جزء صغير يعني، من حق بيحاولوا الأولاد. يعني بيحسسوهم إن ممكن الأب كان هيبقى موجود في اللحظة دي وهو اللي هيجي يدخلهم ده المدرسة. واجب وحق الأولاد طبعا وحق آباء لا، وأنا الأولاد. والله يعني بالأمانة فعلا أنا بشكر سيادة الرئيس. في العيد يعني سنتين هو بيعيد مع أسر الشهداء كلهم وأسر المصابين كمان، فطبعا لسيادته جزيل الشكر يعني.